عشان ما تلقى مكان تسهر فيه. شوف صاير صراخ طويل، خلونا نشوف. ترى ما بقي شيء على الان يا عيال. يا ابو محمد يا ولد، الحين انت متاكد من البيت ولا احنا جايين بيت غلط؟ يا ابو محمد الظاهر انسحب عليه. والله ما فقعتها منك يا ابو محمد. اسحب عليه، عندي لك واحد من العيال اسمه طرنيب. حلو طرنيب هذا توني متعرف عليه. وش ميزه طرنيب؟ نظام يلعب صن، ما عنده صن، ما عنده الا حكم، شغل نظيف، تلعب انت وياه اونلاين، انت في بيتك هو في بيته، كذلك عنده تحديات، عنده بدون ما تكلم بوريك الحين البرنامج شوف عنها. اصبر اصبر ابو محمد عليك. تعال تعال نكمل البرنامج. تعال طبعا مثل ما تشوف هذه هي لعبة طرنيب. اول ما تدخلها عندك اللعب الجماعي، كذلك الدوري والتحديات، كذلك يمديك تلعب مع الكمبيوتر هنا، والاشخاص هذول كل بهم اونلاين، ترسل اي واحد دعوه اذا تبغى تلعب معه. البرنامج جديد لايف ووتكم. يا عيال قوموا الغداء برد. يقولك ابو سعود وين هو؟ والله موجود. يقول والله كلمني، هو كلمني بس ما ادري عرفته. صب لك ابوي. اي لا هد، اي اي لا هد. نعم الله عليكم. جعل ذي العافيه. حياكم الله يا مرحبا. والله غداكم مره طيب. الله ما شاء الله. يا اخي خلاص ترى الشباب كلهم قاموا، انت الحين تاكل يا اخي خلاص قم. يا رجال عندهم شغل ولا شيء؟ مالك مالك انت ظاهر انك ما تستحي على وجهك. صل على محمد. وخر ايدك. صل على محمد. You were the shadow to my light. Did you see us another star? هذه الآن فرصتنا، إذا ما استفدنا من هذا الموقف ما راح ننجح. قناتنا طايح سوقها وانت تعرف هذا الشيء. أبغاك الآن تروح، بخلي كل الشباب يخلون كل الكاميرات عليك أنت ومحمد، وأبغاك تقول لأمك ماتت. اعتبر موضوعك منتهي، ما أرجع لك ولا الهاشتاج تريد. محمد شلونك؟ طيب. الله يسلمك. أتراجع قولي، ترى قضى الله قدره. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، باقت تتحمل الخبر. تستهبل! لا تستهبل! سلطان شو السبب؟ في تويتر قابلين علينا، احنا شو مسويين طيب؟ هذا من حياتك. اسمع كلامك. انا دقيقة سلطان. سلطان اسمع. القناة بتقفل يا سلطان.